السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وصلنا إلى شابتر جديد اللي هو السيستم لوجينج. طبعا يوميا تصلني آلاف الرسائل اللي تسأل امتى ينتهي ريد هات. انا من النوع اللي ما اذكر امتى ينتهي الدورة. انت جاي تتعلم فاذا نتعلم. لا تستعجل ابدا، نهاية كل دورة انت لازم تحزن مش تفرح، لانه معناته انقطع عنك العلم. على فكرة كل لغات البرمجة، الشبكات، سيرفر بانواعها، لما الاستاذ يعلن عن نهاية الدورة معناته انت خسرت مش هو، لانه مستحيل تشوف شخص يشرح كل شيء، لازم تكون على شكل مراحل. يعني اليوم لما تكون عندك مثلا، لما بدأنا بالجافا لاحظتوا سلسلة جافا استمرت 6 دورات ولسه في دورات اخرى عن الجافا ما ينتهي. ما ممكن استاذ يكمل لك كل اللغات، يعني ما يمكن استاذ يكمل لك لغة او سيرفر في دورة واحدة، مستحيل هذا. وخصوصا جماعة الدورات اللي بالفلوس، هذا اكيد حيعطيك اقل من جماعة المجانية، لانه على قد الفلوس، على قد الفلوس. انت بتدفع 20 دولار، انت تدفع 200 دولار، خلاص يعطيك على قدر ال200 دولار، ويحط بعدين دورة أخرى ب200 400 500 600 دولار حتى يكسب أكثر. فلذلك لا تستعجل بنهاية الدورة، نهاية الدورة معناتها انقطع عنك العلم. بالعكس لما نقترب من نهاية الدورة تحاول أنت تطولها أكثر، لأنه أنت حتستفاد بالتالي أكثر. يعني أنت فكر من ناحية الخبرة وليس من ناحية الوقت انتهى يلا أروح. أنت ممكن من هذا الدرس تروح تقدم شركات عادي، وهنا المشكلة. يعني معظم جماعة كثير تابعوني، مجرد وصلنا 5 أو 6 شابترات وتعينوا. يعني هذا مش بس شهادة، شهادة وخبرة. أوكي، ممكن تتعينوا بعد وتستمر معي، عرفت كيف؟ فلا تبحث عن نهاية الدورة، بالعكس نهاية الدورة معناته أنه الأستاذ حينقطع، أنه يعطيك علم أكثر عن هذا الموضوع. نرجع لموضوعنا اليوم، شابتر جديد اللي هو System Logging. طبعا كثير من الخدمات اللي موجودة على لينكس يتم كتابة المعلومات اللي موجودة فيها في داخل لوك فايلز. اللوك بمعنى تسجيل، كيف انه يكون انت عندك سجل تذكر في تكتب فيها كل الاشياء اللي تحدث. يعني مثلا مذكرة، انت اليوم صحيت الساعة 7 وافطرت الساعة 10 مثلا. انا هسه اليوم مثلا اليوميا انا اصحى الساعة 7 الصبح، رياضة، بعد ذلك سباحة يعني استحم، بعد ذلك ممكن كافيه او كافي لاتيه، هيك شيء. انتظر لغايه الساعه 10، الساعه 10 يكون افطار. بعد الساعه 10 مثلا، لاحظ اذا بمعنى انا ممكن اسجل كل هذه المواضيع ويكون كروتين. اوكي، ساعه بالوحده او ساعه بالوحده تقريبا، واحده ونصف الغداء، وبعد ذلك اجي الدوام وهيك وهيك هيك شيء امور. فاذا هذا هو معنى اللوجينج. للناس اللي ما بتعرف اللغه الانجليزيه، هذا الانفورميشنز يتم كتابتها في سبيل تسهيل امور كثيره. بتعطيك احداث اللي يحصل في هذه الخدمات. اليوم انت عندك خدمه HTTP، عندك خدمه FTP، عندك اي خدمه كانت متفعله في داخل ريد هات، اكيد في بالك انه انت كيف تتابع هذه. انت لما اليوم تكون مسافر او تكون تتكلم مع صديق شيء، ما معقول انت تتابع السيرفر 24 ساعه، اكيد تحتاج الى سجل حتى تعرف وين المشكله. حتى لما تحدث معك مشاكل في داخل سيرفرك اكيد حتلجأ لهذا اللوك، حتى تشوف ليش ما يشتغل. اليوم في كثير من الناس مثلا تعاني من مشكلة اباتشي، سيرفر ما يشتغل كويب، FTP failed ما دا يشتغل. فاكيد لازم اكو اسباب، هذه الاسباب يتم تسجيلها في داخل اللوك. فاذا في اللوك عندنا نوعين، عندنا ال RSysLogD وعندنا ال Journaled. خل نكتبها يكون افضل، وين التكست اديتور. في عندك ال R sys log. Oh my god, this is Arabic. طبعا انا حنقطع فترة مو كثيرة، يعني بس اغير فيها جو لانه حاسس بضغط نفسي شديد هذه الفترة. او بالاحرى قبل ان نبدأ هذا، في شيء عندنا ال direct write. direct write. بعض الخدمات يتم
كتابة اللوجينج انفورميشن مباشرة في اللوج فايلز، حتى ما تحتاج من عندك التدخل. يعني هي مثلا عندك الاباتشي، عندك السامبا فايل سيرفر، هذولا اوتوماتيكيا يتم تسجيل معلوماتها والانفورميشنز في داخل اللوج فايلز، ما تحتاج تدخل. في عندك الار سيس، هنشوفها اكيد بامثله لوج دي. هذا الار سيس لوج دي هذا بيحسن من طريقه التسجيل الملاحظات. السيرفيس اليوم لما تفعل فيها الار سيس لوج دي هياخذ بنظر الاعتبار كيف يتم اداره هذا اللوج فايلز. السيس لوج دي طبعا سابقا كانوا يسموها سيس لوج دي، الان هو ار سيس لوج دي. هذا يعني لما تجي تكتب انت مثلا، انا لما اجي اصحى الصبح الساعة 7 هو بيرتب لك، بعدين اكتب الساعة بالعشرة افطر، الساعة بالإحداش العب رياضة، الساعة بالاثناش اعمل هيك شيء، فممكن انا اكتب شيء فوق شيء. الار سيس لوج دي الفكرة من عنده انه هو بيرتب، مثلا بيشوف هذا الساعة 7 يضعها في الاعلى، بعد الساعة 7 من الساعة 8 يبحث اكو شيء الساعة 8 لا، الساعة 9 اكو شيء لا، وهكذا. يعني يمشيك اياه في ترتيب في عمل مانجمنت اداره لهذه اللوك فايلز. في شيء اخر عندك اللي هو الجورنال دي. الجورنال دي هذا يعتبر هي انترودكشن، هي مقدمه للسيستم دي اللي الان تتعامل فيها انظمه ريد هات سيستم دي، وحناخذ فكره اكثر عنها. الجورنال دي لوك هذا يختص بالسيرفيس او الخدمات اللي تتعلق مع سيستم دي النظام مباشره، وحنشوف كيف هذه الخدمات هي تتعامل بشكل مباشر مع السيستم دي اللي يسمح للمدير انه يستطيع قراءه المعلومات من الجورنال، بينما يتم هو في نفس الوقت عمل مونيتور لهذه الخدمه. تلاحظون هذه الحاله احنا استخدمناها كثير في الدروس لما جينا نكتب سيستم CTL، تذكرون status. كثير خدمات كنا نستخدم معها سيستم CTL status، منها الفايروول دي، منها بالفيرتشواليزيشن، في كثير مواضيع احنا كنا نستخدم دائما سيستم CTL status start stop. فاذا هذا يتحكم بها، ما يتحكم بها الجنرال، اضف الى ذلك انه يطار فيها مجموعه انفورميشنز. طيب خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم بالدرس القادم. لهنا اقول لكم مع السلامه.